مبارك عساكم العايدين والفايزين والفايزين اليوم في فعاليات بالبالونات وتحديات، اتمنى يعجبكم. وايد تحديات وايد. مع السلامة. دونا وادي اخر شيء. مع السلامة. ها سعود جاهزت للعب؟ تبي تقول كل عام وانت بخير للناس اللي يشوفونه؟ شو تقول لهم؟ كل عام وانتم بخير. وانت حامد؟ كل عام وانتم بخير. عبادي ما تكلم. عبادي انتم بخير. شو بتقول علاوي؟ انا بخير. فطوم اللي بتقول يلا. انا عيد بخير. وشو بعد؟ خلني اشغل ناسي. طاقم من عواده. اليوم نلعب العاب بسيطه وحلوه. يلا بنجهز اللعبه الاولى. اول لعبه يلا جاهزين. الحين جهزنا اللعبه الاولى. طبعا لعبه معروفه. شو اللعبه علاوي؟ انا نقع البالونات. ما انت قلت لنا؟ انت بروح تعرفها. اوكي طيب. على اللعبه معروفه. لعبة معروفة. الحين لازم كل واحد يلقع بالون الثاني، واللي يفوز هو اللي ما تنفجر بالونته في نهاية اللعبة. ايوه استمتع بس ماشي. شيء عيدية ما عليه، اللي يفوز بيعطيه عيدية ريال. ايوه انزين انزين. الحين شوفوا اسمعوا بس اسمعوا. الشرط لازم ما حد يطلع من هاي الزوليه. شايفين؟ ما هذه، هذه بس ممنوع تطلع برا. كل اللعب يكون هنا. ايوه هذه ممنوع. هذه ممنوع. ايوه اللعب بس كله هنا. يلا لما تسمعوا الموسيقى ابدوا. زين يلا بس بس سعود سعود اطلع برا. سعود اطلع. يلا راح سعيد وعبادي. يلا الفاز سعيد. كيف؟ من فك البالون ده؟ سعود سعود شوف افترض اني ما اختار بس هو يفترض اختار بالون سعيد. يلا زين الحين نروح اللعبة الثانية. يلا الحين اللعبة الثانية. تعال بشرح لكم اللعبة الثانية كيف. اللعبة الثانية اللعبة الثانية تعال يلا أخبركم. شوف اللعبة الثانية تصادم البالونات. بيكون معنا لاعبين اثنين. تعال سعود مثلا. هنا سعود. تعال حامد. أنا هنا. وهنا حامد. سعود قفلي. حامد هيك اذا تمسك البالونه. فالمطلوب انكم تروحوا مع بعض تصطدموا مع بعض. اذا فجر بالونته هو خسران. فهمت اللعبه كيف؟ بس اول شيء اللي بيلعب سعود وسعيد. يلا حامد روح سعيد يجيب بالونه. يلا لا ما تروحوا بعيد وايد، شويه قريبين. يلا شوف. يلا جاهزين؟ يلا واحد اثنين ثلاثة. لا لا ما كذا بس طلام مرة واحدة. ارجعوا مرة ثانية. ارجعوا نزل سعيد تحت برا نفس سعود. شوف نفس سعود كيف. يلا يلا امشى. يلا سعود. ما تعادل. اثنين خسرانين. يلا الحين عبادي وحامد. الحين عبادي وحامد. يلا عبادي وحامد. يلا الحين حمادي حامد وعبادي. يلا نشوف. يلا واحد اثنين ثلاثة. اللي باليمعة مواصل واللي مو نايم مواصل واللي فرحان وسعيد هذا هو احساس العيد. اللي باليمعة مواصل. شو عبالك ولا بالونتك؟ فاز عبادي. فاز عبادي. الحين المنافسة بين عبادي وعلاوي. يلا اللي يفوز عاد منهم. يلا عبادي
يلا 1 2 3 تعاني علاوي، تعاني كيف علاوي شعورك يوم فزت؟ ها؟ السبق الماضي خسرت فيها؟ وهذه فزت؟ الحين علاوي وفطم، علاوي وفطم، يلا يلا سعيد عبالي لعب مع فطم بس شوي شوي، يلا يلا فطم يلا ما فزتوا يلا حطلومه شو تسوي منه جاهزه هاللعبه يلا بنلعب اللعبه الثانيه بنبدا اول شيء باصغر حد بنبدا مع علاوي تعال علاوي شوف اللعبة هاي النقاعة انتبه انت اورف تعال وقف هني شوف البالونة بدي اشرح اللعبة اول شيء كذا لازم يفرها ولازم كذا ينقعها الله اما لو طلعها ما ينقعها يصير اوفر ايوه يعني يفر البالونة وتحاول تفجرها كل واحد مع ثلاث كل واحد مع ثلاث محاولات زين يلا جاهزين جاهزة فطوم جاهزة؟ يلا زين. نرجع بالونته اللي يعطي فلوس اللي يخسر يعطيه. اللي يخسر بيعطيه فلوس؟ واللي يفوز شو نعطيه؟ فلوس. كلهم فلوس. اوكي. يعني اللي يخسر نعطيه فلوس واللي يفوز نعطيه فلوس. كيف سعيد سوى طريق المغناطيسي؟ مغناطيس البالونات. يلا زين كم اللعبة؟ يلا بنلعب مع فطوم اللعبة يلا فطوم جاهزة؟ يلا فقري 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 مرة ثانية فطوم مرة ثانية محاولتين اوه نجحت فطوم نجحت فطوم فايزة أول فايز معنا اليوم فطوم تعال سعيد أنت مال حامل بالونات وقف هني عدالي يلا علام مستعد؟ ايه بتفر انت؟ ايه يلا فر مرة ثانية بالونة ثانية اصبر ايوة علاوي نشوف بالونة الثالثة خلك بعيد شوي رجع علاوي سعيد فر بقوة سعيد بالونات خلاص علاوي فجر بالونتين نشوف من اللي بعده انا اللي بعده سعود يلا يلا الحين دور سعيد يلا مستعد واحدة ثنتين الحين فاز سعيد الحين سعيد فاز في مسابقتين علاوي فاز في مسابقة باقي لنا المسابقة الأخيرة يمكن
مستعدين حق المسابقة الأخيرة؟ بعد فطوم؟ شيء كم؟ رجالتين عيديتين؟ ايه اوكي رجالتين عيديتين. عندي هو ان لازم نذبح البنانات لين نتنقع لهنا ونلبس البنانات. يلا نصير عودة يلا اللي تنفجر اول هو الفايز. ايوه التحدي اللي ينفجر بالون تقابل البنانات. تحدي حطوهم بتشاركي؟ شلون بدنا نذبح انتي؟ فوزي عليهم زين؟ يلا جاهزين؟ أنا بعد زين واحد اثنين ثلاثة عيد 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 الأول شوفنا الثاني شوفنا الثاني من يفجر الثاني واحد بكشخ بالبسوب الجديد عيد 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 الله يعطينا العيد عيد 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 ما تنقرت؟ اه بعدين في الفايز. ماما عطنا نمبر. دود انت مريتين فيك سليم. لا لا خطا. اللي مليان عم واصل واللي مو نايم واصل واللي بس خلاص خلاص انتهى الوقت انتهى الوقت. يلا زي علاوي ما نقعد. شو ما تقوم تقعوها؟ خلاص 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 سعيد هذه المسابقة بعد الحين بتكون معنا مسابقة أخيرة أخيرة بس هاي تحدي مختلف تحدي مختلف يلا الحين وصلنا لآخر تحدي هذا تحدي شوي مختلف تحدي يبغى يحتاج ذكاء مثل حل اللغز زين تحدي شو تعرف عليه؟ لا خطا المطلوب تفجير البالونه هذه بدون اول شيء ما تلمسوها ممنوع لمس البالونه نهائيا ثاني شيء التحدي الثاني او الشرط الثاني ممنوع استخدام اي اداه صلبه يعني مثلا اي مثلا هاي دبوس سكين او حتى فنيان اي شيء صلب جماد ما استخدم ممنوع إذا إذا مثلا تعرف تضع يبع الإيب لحظة خلنا الحين نحاول نشوف المحاولات إذا تعرف صبر شوي نشوف المحاولات لا بس نسمع محاولات يلا يلا حاولوا بس إنت صبر شوية إذا كنت تعرف ما أعرف إذا تعرف وما تعرف يلا حاولوا لا صبر يلا من عنده فكرة سعود عبالي تعال عبالي تعال تعال خبرنا شو فكرتك تعال لا 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 بدون ما تلمسها الشرط ما تلمس البالونة أبدا يعني ما يستمس البالونة بيدك هي وشو بتحط يعني ممنوع أي تستخدم أي شيء صلب أيوة هذا تفجرها وما يلا شو الفكرة اللي معك شو فكرتك سعيد تعال نشوف زين شوف ما انفجرت شينا بالشارع زين شيك الشارع خفيف صح تمام كيف نشوف هي فكرتك صح بس اعصرها من العكس سعيد بالعكس ايوه شفتي كيف الفكرة؟ فجرنا البالونة بدون استخدام الحين نسوي بالونة ثانية ومخلي اللي بيجرب مرة تجربة ثانية زين؟ يلا الحين كل واحد ينفخ بالونة عشان نجرب بروحنا كل واحد يسوي تجربة تفجير البالونة بدون ما نلمسها فطم عندك انت؟ اصبر I
حطيها يلا وطلع حطيها يلا فجريها. كيف تفجريها؟ يلا عطى سعيد عطى بطون برتقالة يلا فجري نشوف. تعرفي؟ قوي قوي سوي قوي. أيوة ما كذا ساعد يا سيد ساعد بطون. أيوة يلا علاوة كيف كانت التحديات؟ علاوة من اللي فاز في التحديات؟ علاوة فطومة. طبعا سعيد فاز في 3 تحديات من التحديات هاي كلها وعلاوة فاز في تحدي واحد. حامد تعبان؟ الحين يا بدا اي لعبه ما عرفت تلعب فولها ها ما تفجر بالونات. يلا مره ثانيه ان شاء الله جرب نلعبها. حطون كيف حلوه ها حبيت الالعاب؟ فزتي ولا ما فزتي انت؟ فزتي. يلا زين مشكورين على المشاركة وإن شاء الله بنشارك في ألعاب أخرى تحديات قادمة. بعد السلام عليكم. شو علاوي؟ شو؟ مع السلامة. سلام عليكم. غريب عليكم.